يمكن شفنا لقطات مع محمد المبارك وهذا الفيلم ريكي اند ذا فلاش اللي راح يكون ان شاء الله من خلال دور سينما في الكويت، واللي حاب يروح يشوف دراما وكوميديا في وقت واحد ما عليه الا يزور دور السينما ان شاء الله ويستمتع في الويكند. يلا هذه الخطه الاولى، الفيلم الاول بس انا ما ابي الحين اعطيه رايي الاخير شنو الفيلم راح ادش له اليوم ان شاء الله. خلينا نشوف كل الافلام خلال هذه الحلقه ويمكن احول اروح احجز حق مسرحيه كذي حق العيد، ايش رايك؟ بالضبط، هو العيد عيدين هالمره لانه بعوده جميله ورائعه للفنان الكبير ونجم الخليج ونجم الكويت سعد الفري اللي راح يكون ان شاء الله ملك المسرح في العيد يا عبد الله. اكيد هذه العوده الجميله للفنان الكبير سعد الفري ابو بدر نوجه له احلى تحيه، كنا نتمنى يكون ويانا هني داخل الاستديو، لكن ان شاء الله قاعد نشوف يعني هذه اللقطه الجميله. راح نشوف بعد شوي اللقطات الخاصه بمسرحيه الطنبور، راح يكون معنا الفنان الكبير سمير القلاف اكيد ومؤلف ومخرج مسرحيه الطنبور استاذ عبد العزيز صبر. صحيح. فان شاء الله راح نعرف اكثر عن المسرحيه وتكون لنا خطه. نروح المسرحية إن شاء الله بإذن السميع العليم. إيه لأن خلاص افتحوا وتوقع باب الحجز والتذاكر، اللي حاب يجهز للعيد من الحين يروح يحجز له الأماكن اللي هو يبيها إن شاء الله ويحضر للفنان الكبير سعد الفري. خلونا نشوف التصوير المميز اللي جابت لنا إياه مخرجتنا علياء منذني من خلال زيارتها لهم أمس في في اللوكيشن أو المسرح نفسه لعمل بروبات المسرحية. عطنا سعود ونرجع تالي نواصل اللقاء. شفنا اللقطات عبد الله واكيد ان شاء الله الناس اللي مستعده حتى تنجز عمل مسرحي مميز بمعيه طبعا ووجود نجم المسرح سعد الفري. معانا نجم متميز ايضا اثبت جدارته ونجاحه وعطاءه، مو احنا اللي نتحكى في هذا كله، وهو نفسه اللي اعطى المسرح واعطى الفن بشكل كبير والفن الكويتي تحديدا والخليجي روعه رونق، ابتسامة دائمة لأن وجد في العمل يعني في ابتسامة في كوميديا في ضحك في حالة حب جميلة من خلال الكوميديا الرائعة. نعم، ضيفنا شارك في كلاسيكيات الفن الكويتي وكان موجود في الزمن الجميل، عندنا الزمن الجميل بالكويت مرعب ومرعوب. المرعب أكيد في الجانب الرياضي والمرعوب في الجانب الفني للفنان الكبير سمير القلاف. صباح الخير. صباح الخير. شو نقولوا لازم صباح الظهر. يسعد صباحك. ما علي، امس كانت عندكم بروفا واليوم قاعدينك من الصبح استاذ سمير، لكن شغفنا لمعرفه هذه المسرحيه وحيثياتها وانها راح تكون ان شاء الله في العيد، شيء مشوق وجميل وجود عمالقه الفن الخليجي موجوده في هذه المسرحيه. اكيد. فنتكلم عن الطنبور. أنا قبل الطنبور يمكن قاعد يسولف ويانا أبو حسين قبل الهواء يقول إنه متعود على قعدة الصبح روح سوق السمك، خلينا نقول حق المشاهدين شوية تفاصيل هذه الصبح. صراحة أنا قاعد الصبح حلو أحب أروح أراي سمك أطمش، وإذا عجبتني سمكة أهم أخذت إيدامي وطلعت. مو مقاطع السمك إنك أبو حسين؟ والله أطلع كذاب إذا أقول قاطعت، إذا شيء رخيص أخذته سماك شيء عالي. سماك تحب السمك؟ يحب السمك قطو. متعود على الحداق والاجواء هذه، يمكن هم من هواياتك ابو حسين الحداق وصيد الطيور وغيرها. اي انا من هواياتي الحداق. طبعا الحبال الحين وين تحبل؟ كله بيوت تحبل تحت ساس طوفه ما يصير.
قواك الله. يمكن لك بصمات جدا كبيره في الكوميديا استاذ سمير، وما فينا نغفل عنها، ودائما ترسم ابتسامه للي شاهد مسلسل او مسرحيه حق سمير القلاب، ونسعد كثير بوجودك من خلال تمثيلك المتميز، خلينا نقول الحرفي العفوي بنفس الوقت. قاقوقه محظوظه مبروكه، هذه ما ننساها دائما، لازمه تابعت سمير القلاب. لكن الطنبور وعوده للمسرح من جديد، يعني بعد انقطاع كبير موجود في الساحة الفنية، موجود في الساحة الإذاعية كتمثيل، لكن المسرح غايب عنه كثير، فالعودة هذه شلون صارت؟ وش اللي جذبك اللي خلاك توافق؟ أنا أقول لك العودة شلون صارت. حلو. الحقيقة يعني صاحب العمل صر أني أنا أشتغل بالعمل. حلو. هو بندر السعيد. نعم. زيد، والحقيقة يوم قريت النص ولا نص غير عن النصوص اللي نقراها. شلون؟ تأليف عبد العزيز الصبر واخراجه. صح. إيه، فردنا حق المسرح القديم. حلو. المسرح القديم بيوه جديده، الشباب الحلوين اللي طالعين هذا. حلو. يعني فهذا اللي جذبني. يعني ابو حسين، قبل لا يجي معانا الفنان او الاستاذ عبد العزيز مخرج العمل، نبي نعرف دورك فيه. اذا يبي يقول لك لا لا حيتكلم عن دورك، الحين قول لنا. لا نقول لك، انا الحقيقه لي دورين بالعمل. دور راوي ودور ممثل. حلو. يعني انا مثل ما تقول خادم البيت، الخادم المطيع. حلو. هذا الدور اللي بالتمثيل. اي، والحقيقه ويانا عملاق كبير. صحيح. يعني وانا واحد من تلاميذه اللي هو الاستاذ سعد الفري. نعم. هذا بعد من اللي حببني اني ادش المسرح. نعم. ويمكن ابو حسين عندك قصه مع الاستاذ ابو بدر سعد الفغي في بداياتك الفنيه، عدل؟ ايه. دخلت بداياتك الفنيه مع الفنان سعد الفغي، كلمنا شوي عن هال. اي، انا بديت وياهم، يعني الحقيقه يعني استفدت منهم وايد. انا بديت ويا الاستاذ سعد الفغي، عبد الحسين عبد الروي، الله يرحمه خالد النفيسي، غانم الصالح، هم اقدم مني. صح. بس وانا تلميذهم استفدت منهم. نعم. ذيلا كلهم مدارس، وكل مدرسة تختلف عن المدرسة الثانية. صحيح. بس لا، أنا أقصد بداية نوع ثاني. أول ما رحت بدش المجال الفني بالصدفة، رحت المسرح، سألت عن الفنان سعد الفغي بالذات، عدل؟ لا مو كذي، كان عندهم مسرحية بني صامت. حلو. وعندي صديق حاب التمثيل. حلو. رايح قبلي وأنا رايح للبيت أسأل عنه، قالوا راح المسرح، سألت. المهم عشان لا أطول السالفة، وصلت المسرح، كانوا يمثلون البروات مدرسة الصديق. عند الباب واحد واقف ما اعرفه، قال ايش تبي؟ قلت له ابي سعد الفري. قال منو انت؟ قلت صديقي. كان وقتها المخرج نجم عبد الكريم. نعم. دشيت ما اعرف احد فيهم. قلت لازم امثل على اساس اقنعهم شيء. قلت لهم عاد قاعد يمثلون، قلت يا جماعه ايش انتم نازلين اعلان، تبونا ما تبونا قولوا. هذا نجم يحب السوالف، قال لي اصعد مثل لي دور مينون، قال حط خط ودش تحته. ويقط كلمه وانا كلمه تقريبا للفضل، يعني نجم عبد الكريم وهو اللي اكتشفني. يعني وايد حلو. الدكتور نجيب عبد الكريم. يعني لك كاريزما خاصة أستاذ سمير، وهذه الكاريزما حتى في حياتك الطبيعية موجودة معك. اللي هي شو اللي خلاك تدخل فيها؟ شو اللي خلاك تدخل فيها جانب الفني حتى تتميز، ولا أنت حاب ترسم هذا الدور الكوميدي؟ لا والله إيه، شوف الكوميديا إذا صنعت ما منها فايدة. تفشل؟ إيه، ما منها فايدة. لازم تجي على حسب الوضع. صحيح. كوميديا موقف، النكتة تجي بوقتها. صحيح. يعني أكو ناس تجهز النكتة. صح. تجهز النكتة، وإذا صعد على المسرح ساعات ما توالمه النكتة أو ما تمشي وياه. حنا له البركة، يا تصيب يا تخيب، وليدة اللحظة. حلو. احنا راح نرجع وياك حسين نكمل هذا اللقاء الأكيد المشوق واللي فيه ابتسامة جميلة. ايه؟ لكن بروح ويا المشاهدين إلى الفنان خالد البغيتشي، أخذنا منه كلمة في المسرح وأحد الأبطال. ايه، المشاركين. نسينا خالد من الفنانين الصراحة اللي أنا معجب فيه، يعني فنان أكيد شهادة كبيرة يعني بحقه منك بحسين. خلينا نشوف هاللقطات ونرجع نكمل معاكم. صباح الخير. حقيقة سعيد جدا بتواجدكم عندنا ودعمنا لهذه المسرحية.
احنا كشباب دائما ننظر الى الاعلام اللي موجوده ودائما نقتدي فيها، واحد الاعلام هذه وابرزها هو الاستاذ سعد الفرج. اليوم هو متواجد معنا وايضا علم ورايه ننظر لها، رايه فنيه مسرحيه، ونشارك معاه في هذه المسرحيه. يمكن هذه اول مره انا اشارك مع العم سعد في المسرح، وسبقا تعاملت واشتغلت معه في عده اعمال 5 أو 6، فهذه الشرف يعني ان احنا نتواجد مع احد المدارس الفنيه المسرحيه في الكويت. مسرحيتنا اللي حلو فيها ان اليوم احنا نتكلم عن المسرح الكلاسيكي، المسرح اللي يقدم القضايا الاجتماعيه من خلال بواسطه اطار فني مسرحي، ونطرح فيها القضايا الاقتصاديه والقضايا الاجتماعيه والقضايا ايضا السياسيه التي تحيط فينا. رجعنا نتواصل وياكم مشاهدين اكيد مع هذه الحلقه المميزه واللي فيها تشويق خاصه في مسرحيه الطنبور اللي راح تكون للفنان الكبير سعد الفرج، ومعنا ايضا بالاستوديو نرحب فيه مره ثانيه استاذ امير القلاف، حياك الله. مشكورين على الترحيب الحلو. سلمك ويخليك. البروفات استاذ سمير يعني تاخذ شوي وقت وتطولون من خلال البروفات، وخاصه ان العيد خلاص ما بقى شيء عليه، ان شاء الله عاد علينا وعليكم بالخير والصحه والعافيه يا رب العالمين. امين. البروفات ايش كثر قاعد تاخذ منكم وقت، وايش كثر من متى بلشتوا تحديدا؟ تحديدا احنا صار لنا يومين نشتغل بروفات. زين، يعني احنا العاده 20 يوم تكفي. بس تكفي وزود يعني، بس برواتنا مكثفة على أساس الواحد يدش على المسرح متمكن. صح. وحسين يمكن كان في تصريح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمسرحية الفنان الكبير سعد الفرج، قال إن في مفردات كويتية شافها بالنص من خلال قراءته 4 مرات لهذا النص، في مفردات جدا جميلة. شنو اللي لاحظته من خلال النص هذا؟ أنا والله اللي لاحظته، أنا ما أبي أفضح أسرار المسرحية، أنا اللي جذبني الأسامي، أسامي الشخصيات بالمسرحية. زين، وجذبني الأحداث اللي تصير داخل المسرحية. يعني أنت كلامك المتم شوقتنا من البداية، قلت لي أن هذه المسرحية على نمط المسرحيات القديمة بشكل جديد ومودرن مثل ما يقولون. شوقتني بهذه الفكرة اللي شديتني بصراحة من خلال هذا الكلام، أن مسرحيات باي باي لندن، بني صامت، على هامانيا فرعون بجو حديث لسنة 2015. إنزين، عشان صباح الخير يا كويت وشي حصري لنا، بوق لنا شوي الفكرة مالت المسرحية. هذه تشابه يعني مضارب بني نفط، دقة الساعة، حرم سعادة الوزير. يعني اللي شايفهم يعني أنا عندي ذيلة صراحة من المسرحيات التوب، زي باي باي لندن. يعني هذه يعني من خلال الكلام والقصة، لا المفردات، والمفردات لأنه نص كويتي وفي حكي، الحكي اللي انكتب يعني حكي قديم. إيه يعني بعض الشباب الحين يمكن لو بقول له مثلا كلمة من العتج ما 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 يفهمها. صحيح. وهذا عيب فينا الحين، حكينا كله صار ما ادري شلون انجليزي عربي بداش انجليزي على هندي على عربي عدل فارسي، خلطة كوكتيل صار. حتى نسوا العتج حكيهم صراحة عشان يتماشون معاهم هالشباب. لا العتج والله أحسن منه يعني. يعني المفروض الواحد ما هم يغيرون فينا، قاموا الشباب يغيرون بالكبار بالحكي. لا هم العتج شنو الشغلات اللي غير يتحكونها؟ الشغلات المصنوعة اللي هي باللغة الإنجليزية والفارسية والهندية. صحيح. مثل قلم بنسل، قلاص قلاص. يعني نأكد بحسين حق المشاهدين اللي راح يروح مسرحية الطنبور راح يستمتع في المفردة الكويتية والشخصيات الكويتية اللي راح تكون في هذه المسرحية. أيضا في مشاركات خليجية بحسين في هذه المسرحية. نعم، ويانا بشير غنيم الفنان السعودي دمه خفيف. يعني الصراحة وأنا أول مرة أشتغل وياه، يعني ما شاء الله بالبروفات يبين يعني الريال عنده حضور وما يحتاج يمدح فيه إن شاء الله، يجون الجمهور ويشوفون إن شاء الله. أكيد. خلينا نشوف كلمة اللي أمس خذوها له في البروفة
وبنرجع نواصل حديثنا المشوق مع نجم المسرح الكويتي سمير القلاف. والله اولا احب اقول انه كنت سعيد جدا بدعوتي للمشاركه في هذه المسرحيه، خاصه لما يكون مع قامه من قامات المسرح الكويتي الفنان سعد الفرج وبدر الله يطول عمره. فاعتقد انه هذه حتكون فرصه لنا سعيده للمشاركه مع الاستاذ الفنان سعد الفرج، بالاضافه الى الفنانين المتواجدين الاستاذ سمير القلاف وخالد البريجي وملاك، يعني مجموعه وطاقم فني جميل. نتمنى ان شاء الله في هذه المسرحيه نقدم عرض مسرحي يعني يليق طبعا اولا باسم المسرح الكويتي، ثاني شيء يليق ايضا بمشاركه الاستاذ سعد الفرج وايضا بالزملاء المتواجدين. المسرحيه طبعا كما هو معروف انه دائما في الاعمال المسرحيه بتكون اعمال كوميديه، فيها نوع من التثقيف، فيها نوع من الكوميديا، واعتقد انه يعني لولا جودة المسرحية وقوة المسرحية لما كان الأستاذ سعد الفرج يشارك هذه المسرحية أو الفنانين البقية. عجيب المكس اللي راح يكون من خلال المسرحية، كويتي سعودي شبابي، عتيج بعبق جميل للفن الكويتي الخليج المتميز. إذا برجع حق سمير القلاف اللي منورنا اليوم في صباح الخير الكويت، وننتظر المؤلف والمخرج عبد العزيز إن شاء الله صبر اللي راح يكون معنا في صباح الخير الكويت حتى يتكلم أيضا عن المسرحية. احنا يمكن شفنا هذه اللقاءات المقتطفات من خلال زيارتنا لكم في صباح الخير يا كويت، وبنروح الحين حق نجيب القحطاني وبنرجع لك. احنا اليوم معانا راح تكون لان ما راح نستغنى عن وجودك معانا من خلال افادتك لنا وتشويقك لنا لمسرحيتكم ان شاء الله اللي راح تكون في العيد. اكيد محسن، زميلنا نجيب كان معودنا يكون بسوق السمك يعطينا الاسعار وشي حساب، اليوم مو بسوق السمك، اليوم مكان ثاني موجود ويانا بصاله التزلج. انا اعطيك الاسعار. الاسعار عندك اليوم؟ الاسعار عندي ان شاء الله ناخذها منك بعد شوي. ننتقل الحين الى زميلنا نجيب القحطاني اللي صار جاهز في صالة التزلج يعطينا الأجواء الحلوة هناك. نجيب صباح الخير. صباح الخير عبد الله، وصباح الخير على ضيوفك اللي موجودين معاك في داخل الاستوديو يعطيهم العافية. أنا يعني قال لي أبي السمج، قلت والله أنزين خلنا نسأل الزبيدي على كم الكويتي. الزبيدي يلا أبو حسين يقول لك نجيب الزبيدي على كم الكويتي. أبو حسين كم الزبيدي الكويتي؟ ماكو باكستاني. أكو باكستاني وأكو إيراني. كويتي ماكو. الإيراني يتأخر بالبحر، اللنجات يتأخرون يومين. إيه عرفتي شو؟ فأي متأخر أي خفيف. الكود تبي الكود؟ أيه الباكستاني 45 40 شفت شلون اعطاك التفاصيل. باسكت الربيان. باسكت الربيان ها باسكت الربيان 42 40 اعطاك بس الاسعار يا نجيب. ما يحتاج تروح سوق السمك وتجيب لنا الاخبار وتجيب لنا الاسعار، عندنا صاحب الاسعار كلها موجود. بس انا بقول شغله عن السمك، ترى كل سمكه بوقته. صحيح. ربعنا كله زبيدي وزبيدي، يا يعني قروري يا زبيدي يا صبيطي، تراك السمك لذيذ. بالضبط. إيه الحين شنو وقته ابو حسين؟ الحين شوف ما في نقارير، بس خلي يجربون النقرور الباكستاني. هم زي ترى الركع الطباخ. بالضبط. مو السمكه. بالضبط النفسي والله صحيح صاج صاج. نعم. على التبهيره وعلى شلون يحوف السمكه وشلون يطبخها. ظالمينها السمكه هذه. إيه الطباخ الحين طلع لك. لا الحين الميت زين. نعم. عز الحين. بس صغار الحين. اي عز الميد الحين يعني إيه. عشاق الميد يعيشون بربيع مع الميد. نرجع لك نجيب ووجودك. نعم. في صالة التزلج. نعم. واكيد يمت من البرد، يبي لك فروة. هي مسرحية اجتماعية تتكلم عن أسرة عندها مشاكل، شلون احنا نحل هالمشاكل. طبعا الفصلين مختلفين عن بعض ضد بعض، هذه فكرتنا العامة. انا عندي ثلاث ادوار في المسرحية، ثلاث كاركترات، ثلاث كاركترات ما لها علاقة في بعض. عندي كاركتر البنت البدوية، أتكلم عن فئة البدو، وأتكلم عن الفئة اللي الحين قاعد نشوفها متكاثرة في مجتمعنا، البنت المسترجلة. هذه بحد ذاتها مشكلة إحنا نبي نحلها. وعندي كاركتر البنت السوية. الفكرة، فكرة مسرحية الطنبور
تتكلم عن قضايا المجتمع الأساسية يعني، بس بشكل كوميدي. يعني النص وايد جميل، ما في لا تجريح، كوميدي بحت. يعني ما يحتاج إحنا وإحنا نقرأ النص حتى ما يحتاج نضيف أي إفيه أو نكت أو أي شيء، لأن النص نفسه وايد مضحك وايد كوميدي وايد جميل. أنا مستانسة وايد أن أنا بصراحة وقفت مع عمي أبو بدر الفنان الكبير، أوجه له تحية، عمي سعد الفرعي. وقفت معه بالتلفزيون يمكن بأربع أعمال، بس ما وقفت فيها بالمسرح. وايد متحمسة وايد مستانسة لدرجة أن أنا قاعدة أفكر شنو أسوي. يعني أكيد عودة لكم مشاهدينا. شفنا فنانة ملاك، فنانة غدير صفر، الأبطال راح يكونوا موجودين في هذا العمل. يمكن لاحظنا أبو حسين قالوا أن المصطلحات والفيهات الكوميدية مكتوبة بالنص، يعني الفنان صحيح. ما لدعي شلون كلمنا عن النقطة هذه؟ صحيح، يعني المؤلف حرص أن يحط النكتة بالنص موجودة ويعيبها بمكانها صراحة. يعني لو محاطها أنا بقول اللي بيقوله بس عاد تبقى البهارات في نكهة الصير عاد وليدة اللحظة موقف. بس انه ما تجرح بحد او صحيح. انك تطلع برا النص، ومحرص على هالنقطة هذه اللي هو مو بس المؤلف، المنتج قال انا اهم شيء عندي بهالعمل هذا ان الاسفاف والتجريح ممنوع بتاتا. وفعلا يعني بردنا على شيء اسمه مسرح. صحيح. نعم. يمكن غبت كثير عن المسرح أبو حسين، صار لك فترة. والله بيني وبينك يعني كنا نشارك عشان لا أكذب على نفسي وأكذب على المشاهد. نشارك كذي علشان لا أحد ينسانا. وكانت فترات تجارية، فترة عيد، فترة صحيح. كذا. ما كان في مسرح. صحيح. بهالنص هذا حسينا انه فعلا في مسرحيه. شوقتني والله، انت من كلامك شوقتني، ودي اروح بصراحه. لا الحقيقه الواحد يعني النص اولا مكتوب بطريقه حلوه. صحيح. زين، حتى اللي ما يعرف ينكت عن بس لو يحفظ ويصير كوميدي. بالضبط. احنا تشوقنا يمكن اكثر، كنا منوهين انه راح يكون معانا مؤلف ومخرج المسرحيه سعد عبد العزيز صابر، لكن يمكن الزحمه شوي. راح يكون معانا الحين على الهاتف، فنقول له صباح الخير استاذ عبد العزيز. خاب الفراش. لا اي قاعد يقول حسين يمكن بالفراش مو بالزحمه. لا ابو حسين ظلمتني. حياك الله. انا اسف جدا جدا، يعني اتقدم لكم بالاسف، بس والله يعني انا اطرش حيل وعاشتني الزحمه. يعني نص ساعه. الحمد لله. انا اسف جدا. رافقتك السلامه وين ما تكون استاذ عبد العزيز، لكن كلنا شوق لمسرحيه الطنبور اللي فيها عبق كويتي قديم بالمسرح وحديث من خلال نجومه والواقع اللي نعيشه. فمن وين جت لك هالفكره وليش الطنبور تحديدا؟ ليش سميتها الطنبور؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير جميعا. هي المسرحيه يعني فكره جديده، اعتمدنا على المفردات الكويتية القديمة. حلو. الطنبور هو نسبة إلى طنبور الطين. بالضبط. أنا ما قلتها، لا أعرفها، ما قلتها، لا طفتك تقولها بصراحة. هي الفكرة فكرة أخوي بندر طلال السعيد منتج المسرحية. صحيح. ومن تأليفي وإخراجي، احنا حاولنا أن نقدم شكل يعني جديد للمسرح. نعم. وبنفس الوقت نقدم مسرح مثل ما قال عمي أبو حسين أستاذ سمير، ان نرجع للمسرح، المسرح الحقيقي اللي فيه قصه، اللي فيه حبكه، اللي فيه تعايش ممثلين. صحيح. اللي فيه كوميديا راقيه تقدم يعني كوجبه ممتعه وتحمل قضيه ومضامين نعززها في الجمهور. حاولنا نشتغل على الفكره، وطبعا بالاستعانه مع العم الكبير الاستاذ سعد الفري والاستاذ سمير القلاط، اللي يعني الحمد لله اني انا كنت محظوظ ان اشتغل معاهم في هذا العمل، اساتذه كبار واتشرف في وجودهم واضافه كبيره للعمل، والجمهور مشتاق لهم. استاذ عبد العزيز، يمكن وايد من الفنانين صرحوا ان هذا العمل الفكره جديده لاول مره تصير في الوطن العربي،
فأنا سمعت هذا التصريح من أكثر من فنان، بتكلمنا عن هالنقطة وتكلمنا على عودة الفنان الكبير سعد الفغي، شلون تم إقناعه لهذا العمل؟ هو في الأمانة يعني أول ما هو صحيح، هو الفكرة لأول مرة يعني تطرح في الوطن العربي، وما عندي علم إذا كان في يعني في فكرة مشابهة طرحت على مستوى العالم. الأستاذ سعد الفري أثار النص، استفزه، وضع لمساته عليه. في البداية يعني كنت مو واثق إن الأستاذ سعد راح يعني يرجع ويوافق، بس عقب ما قرأ النص تحمس وقال يعني أقنعته أستاذ عبد العزيز، ها؟ أقنعته بقوة إنه يرجع لنا. حريمة. الحمد لله. حريمة. بالضبط. الورقة أقنعه، قال هذا النص يرجعني شباب. إيه بالضبط. هذا. فالحمد لله. كواك الله أكيد، وحتكون العيد عيدين أكيد مع وجود الفنانين الكبار، وأيضا الفنان الكبير سعد الفغي وفنان الموجود ويانا أبو حسين سمير القلاف. نشكرك على هذا الاتصال. قبل أن نشكره عبد الله، في عنده خبر حصري. خبر حصري إيه يلا. حق صباح الخير يا كويت، شنو الخبر الحصري لنا؟ هو بالأمانة يعني خبر حصري، هو المسرحية إن شاء الله يعني تقول لكم. طبعا وجه دعوة لصبة البرنامج كاملة الحضور المسرحية، راح يكون في البروفات حصرية لبرنامج صباح الخير يا كويت، واحنا نتشرف في هذا الشيء. تسلم، ما تقصر اكيد. هاي طريقة التأخير اللي صار وياك يمكن. تسلم، ما تقصر. ان شاء الله كلنا متشوقين للحضور اكيد هذا العمل اللي راح يكون على مسرح كيفان. نذكر شباك الحجز ايضا مفتوح لحضور هذه المسرحية. شكرا استاذ عبد العزيز، مخرج ومؤلف هذا العمل القادم بقوة على الساحة المسرحية الكويتية الخليجية. يعطيك الصحة والعافية رب العالمين. نرجع حق ابو حسين اللي منورنا في صباح الخير يا كويت. شيلوا اللمبات. بالضبط، هذا اللي راح يصير، نورك غطى الكهرباء على قولتهم. يعطيك الصحة. احنا تحكينا على المسرحية ونسينا زملائنا بعد ويانا، ترى جيل نسائي جميل اللي هو عبير احمد وملاك وغدير ومي البلوشي وخالد البريشي وناصر الدوب وعبد الله بهمن وحتى نسيت ما ادري اذا مسجلين باقي الاسامي كلهم تقريبا شباب ونجوم تحيه، وراح نكون وياكم بعد. وعلى راسنا فناننا العود طبعا سعد الفري. الله يحفظكم ان شاء الله وتردون الى اوج العصر الذهبي للمسرح الكويتي. شاكرين وجودك معنا ابو حسين، شرفتنا، وان شاء الله بدايه لانطلاقه اعمال مسرحيه مقبله ان شاء الله بالخير. ان شاء الله يا رب، وحنا متفائلين خير يعني أكيد إن شاء الله بوجودكم الخير موجود. احنا دعوة يمكن بحسن يتلنا من المؤلف والمخرج نبي الحين الكاميرا وياك تعطي دعوة للمشاهدين واللي يتابعونا خلال عيد الأضحى إن شاء الله يجون المسرح، شو تقول لهم؟ ايه هذه كاميرا سمو كذي أعزائي المشاهدين. أنا خاف أبالغ، أنا أقول الحين الشباك مفتوح وفرصتكم روحوا قصوا تذاكر هالمسرحية هذه، إذا مو زينة ترى أنا اللي بلام فيها لأن أنا تحكيت وايد عنها. صح. فأنا أقول روحوا وشوفوا وحكموا، إذا مو زينة تولوني أنا. لا زين إن شاء الله. تسلم، ما تقصر. بيقاضون سمير القلاف فناننا الكبير، يعطيك الصحة والعافية. قبل أن نختم لقائنا نشكر ضيفنا يعطيك الصحة، وبنشوف عبير أحمد وميل بلوشي في لقائنا الحصري معهم أمس بالبروفا. يسعود عطلة. كل أقدر أقوله أنه راح أسوي إن شاء الله شخصيتين مختلفتين عن بعض في كل فصل. كل فصل عندنا يتكلم عن قصة، راح يكون في جرعة كوميديا حلوة الناس إن شاء الله أتمنى أنها راح تحبها وراح تفاجئهم لأن راح يشوفوني بشكل جديد. طبعاً وجودي على خشبة المسرح مع الفنان الكبير سعد الفرج أكيد راح يكون مهم بالنسبة لي، عشان كذي أول ما عرضوا على المسرحية وافقت على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أنا أشارك بمسرحية الطنبور، هذا شرف كبير لي اني انا اوقف قدام العملاق الكبير استاذ سعد الفري، هذه اول مره اوقف قدامه مسرح
وحتى يعني ما سبق لي ان انا وقفت قدام التلفزيون. ودوري بالمسرحيه اكون زوجته. طبعا المسرحيه الفصل الاول شيء كاركتر، والفصل الثاني هو طبعا مضمون المسرحيه واحد، بس ان انا كاركتري بالفصل الاول غير عن كاركتري بالفصل الثاني، وما اقدر اتكلم اكثر من كذي. بس اتمنى ان شاء الله تشرفونا وتشوفون المسرحيه وتعرفون علينا من خلال حضوركم ان شاء الله.